بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يوم العيد ليس يوم فرح للأحياء فقط، بل هو يوم فرح للأموات. عليك أن تفرح أسلافك الموتى في هذا اليوم. نحن نقرأ في أدعية شهر رمضان المبارك: اللهم أدخل على أهل القبور السرور. كل يوم من أيام شهر رمضان نقرأ هذه الجملة: ترى ما هو السرور الذي يدخل على أهل القبور؟ السرور هو قراءة القرآن، قراءة الدعاء، صلاة النافلة، الصدقة، كل ما تستطيع فعله وتهديه لصاحب القبر يدخل السرور عليه. ومن أعظم مظاهر السرور في يوم العيد أحبتي الذي يدخل على صاحب القبر زيارة قبره، أو قراءة القرآن وإهدائه له، أو الصدقة عنه هذا اليوم. حاول أن تسر أسلافك وأعزائك في هذا اليوم حتى يتذكروك وهم في جوار الله تبارك وتعالى ويقولون: ما زال فلانا بارا بنا واصلا إلينا. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له.